فرحة وحبور وسعيدة جدا ملاقاة الجمهور المغربي وجمهور العاصمة بالخصوص رفقة ألمع النجوم الفن المغربي اللي فخر أنني نكون معاهم اليوم. متابعة جدا للكرة الوطنية ككل، يعني أنا رجاوية ووددية في نفس الوقت، يعني كنتمنى التوفيق للرجاء البيضاوي إن شاء الله يوم الجمعة، مش عارفون أنا متابعة، وكذلك الوداد البيضاوي يعني شرفونا لا ذهبا ولا إيابا، وكنتمنى توفيق المنتخب المغربي. ويوم 6 في شهر 5 غادي نكون في روتردام في هولندا، وغادي نتلاقى مع حكيم زياش وغادي نقول له عافاك رجع للمنتخب. تقدمتيش على النحافة ديالك؟ علاش بالعكس؟ فين هي النحافة؟ أنا دابا شايفني نحيفة ما شاء الله، وأنا شادة جوج بالله. سعيد الصرف الأغاني القضايا الوطنية والصحراء المغربية دائما حاضرة ديما في القلب، دائما ديما مغرب إن شاء الله. هو كياخذ وقت كثير، أما أنا بالعكس شرف لي أنني نكون، إلا غيكون عمل تمثيل خاصو يكون إضافة ليا والخزانة الفنية باش نقوم بعمل تمثيل. سعيد الصرف شي قطعة، وعندي على فكرة فيلمين مرشحة لهم، غادي تكون معايا الرائعة بشرى عريش، وفيلم اقترحوا عليا السي سعيد الناصري غادي تشوفوني. الأول كان عطلة ديال الأطفال ديالي، فدوزت عطلة معاهم بالرغم الصيام، كنت في مراكش وديت ولادي معايا الوالدية وبعض المناطق، يعني كنعرفهم بالمغرب. وبالنسبة لهذا الأسبوع اللي فات دابا مشيت للعيون، زرت قبر الوالدين الله يرحمهم، وصلت الرحم مع خواتاتي، ودابا راني هنايا معاكم هذا الأسبوع، وإن شاء الله يوم السبت غادي نمشي لنيويورك. رمضان غادي تشوفوا فيديو غدا غنحطوا لكم، كندير الملاوي انا وبناتي. جديد سعيد، كيعجبني ندخل الكوزينه، ولكن المشكله الوقت، يعني مره كندخل الكوزينه. الجديد ثلاث اغاني غادي نكون بعد الاغنيه الاولى غادي تكون اغنيه تري بابا تري ماها حسانيه، وغادي تشوفوا كذلك اغنيه بالامازيغيه خنيفريه غتسمعني اول مره، وكذلك اغنيه من كلمات والحان محمد امير وتوزيع الرائع المخلوفي ان شاء الله. اكيد نقول عيد مبارك سعيد للمغاربه كاملين بالصحه والسلامه والخير، لكم كاملين من طنجه للقويره، لكم كاملين في كل ربوع العالم، لكم كاملين كل حب وكل صدق وكل امان. نتمنى لكم يا ربي السعاده، وديما مغرب الله الوطن الملك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد،
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.